حاجة كده. في المرة اللي فاتت كنا نسينا نفرق ما بينها. البازر ده زي ما احنا عارفين انه بترسم قصادنا ايه بالمعادلات عشان يديني شكل كده، ان انا لو عايز ارسم الراس ديت هبدأ اشوف المعادلة والميل والحاجة زي ما جبنا، وهنبدأ ايه نرسم الشكل بالطريقة اللي قصادنا دي. تمام، بيبقى عبارة عن رسم ايه معادلة إيه بالمعادلات، بس الخط بيبقى ايه بالميل زي ما احنا شايفين وقلنا المرة اللي فاتت. هنا بقى المش بتاع كل الرسم فيه بيبقى عبارة عن مثلثات، مثلث جنب مثلث جنب مثلث بزاوية معينة وحاجات كده، نبدأ نحصل على الشكل القصادي. يعني الشكل ده بيقول لك إن هو بيتكون من 10 مليون إيه تراينجل، يعني 10 مليون مثلث. تمام، لو زودنا عليه أكتر المثلث هيديك إيه بالشكل ده. زوم أكتر أهو عبارة عن إيه مثلثات جنب بعضها متجمعة جنب بعض بتكون لي الإيه الشكل اللي أنا عايز أوصله في الآخر. بيقول لك نفس الكلام برضو في جوجل إيرث، الحاجات دي كلها مرسومة إيه بالطريقة دي كلها. تمام، نيجي بقى لموضوعنا النهارده. احنا عايزين نجيب الفيكتور للنقط اللي قصادنا. ايه احنا عندنا كام؟ عندنا ابروكسيمنتيشن وايه وانتربوليتنج. هنجيب الفيكتور للطريقتين دول ازاي؟ إيه دلوقتي احنا عندنا التلات إيه 1 2 3 اربع نقط، ماشي. الاربع نقط دول خلاص مرسومين، مش عارف ايه، عايز اجيب فيكتور بي 0 وفيكتور بي 1 وفيكتور بي 2 وفيكتور بي 4. تمام، انا عندي قاعده عامه ان ايه القانون بتاع الفيكتور تمام، بس ده بيبقى القانون للي واقع للنقطه اللي واقع ما بين نقطتين زي بي 1 كده، واقع ما بين بي 2 وبي 0، بي 2 واقع ما بين بي 1 وبي 4، انما بي 4 وبي 1 اللي هما نقطه البدايه والنهايه دول لهم قاعده مختلفه. نفس الكلام بس هتبقى طولتين. ليه؟ لان هي واقعه بالنقطه، هتبقى نقطه واحده مش نقطتين، فهي هنشيل نصيب واحده فيهم، فايه هنخليها طولتين مش طولت واحد. تمام، فدلوقتي هنبقى عرفنا ان ديت بي واحد مثلا هتبقى عبارة عن ايه؟ قال لك تلتين بي واحد ناقص بي زيرو، الكبير ناقص الصغير، بي واحد ناقص بي زيرو، بس تلتين. تمام، نبدأ نطرح هذا تلتين، عوض بنقطة بي واحد، بي واحد باتنين على تلاتة، تمام، وبي زيرو بواحد واحد، نطرحهم من بعض هيدينا اتنين على تلاتة كده، هتبقى ايه دي الفيكتور بتاع بي زيرو. ونفس الكلام بقى بي واحد بس هتبقى واقع بين نقطتين، فالكبير بي اتنين ناقص الصغير اللي هو بي زيرو، فهتبقى بي اتنين ناقص بي زيرو. هنحط النقط ونطرح ايه ونضرب في التلت يدينا في الاخر ايه الفيكتور بتاعها، وهكذا مع كل النقط. بي اربعة نفس الكلام بس هتبقى تلتين، تلتين بي اربعة ناقص بي زيرو، كبير ناقص صغير، بي اربعة ناقص بي تلاتة، اقصد بي اربعة ناقص بي تلاتة، ونطرح ونجمع ونضرب في اتنين على تلاتة، ويبقى كده جبنا اللي هو بتاع البي اربعة. تمام، طبعا اي احنا عرفنا ان اللي بيترسم ده اسمه سيجمنت، اللي هي ايه نقطه هنا ونقطه هنا اللي بترسم ما بينهم دي اسمها السيجمنت بتاعتك. تمام، فهنا بيقول لك عدد ان بوينت يديك ان ناقص واحد سيجمنت، يعني ايه عند 4 بوينت هيدوني 3 سيجمنت، ادي سيجمنت، ادي الثانيه، ادي ايه الثالثه. كده احنا جبنا اللي هو الفيكتور للانتربوليتنج. هنجيب بقى الفيكتور للايه ابروكسيمنتيشن. تمام، نكمل بقى للابروكسيميشن. طبعا احنا عارفين الابروكسيميشن مش بيعدي غير بنقطه البدايه ونقطه النهايه، فكنت باجي الشكل زي ما احنا شايفين كنا بنقسمه ايه 3 سيجمنت، السيجمنت الواحده كنت بقسمها ل3 زي ما احنا شايفين كده. تمام، دلوقتي بقى انا عشان ارسم لازم اجيب نقطه اكس ونقطه واي. طب ما عشان طبعا اعدي بالنقط ديت، يعني ان انا هقسم بالظبط لازم يبقى تلت تلتين، يعني مثلا هنا تلت تلت تلت، يعني ايه 3 يكونون لك السيجمنت، لازم ابقى معايا ايه اكس بالظبط واي بالظبط. طب بجيبها ازاي؟ نفرض مثلا ان بي 0 ايه وبي 1، ايه بي 0 ب 1 1، بي 1 ب 7 1، تمام 7 1 ماشي. طب دلوقتي الاكس معروفه هتبقى في 3 والواي هتبقى ب 5، صح؟ طب ماشي، بناء على ايه؟ طب ده عشان الشكل قصادي. طب ايه القانون اللي بيجيبه؟ بيقول لك القانون بتاعها بيساوي ايه؟ لو عايز اجيب الواي مثلا، الواي ديت بتساوي تلتين النقطة القريبة ليها زائد تلت النقطة الايه البعيدة ليها. يعني ايه؟ يعني هنا دلوقتي واي بالنسبة لبي ايه 0 هتبقى ايه بالنسبة لبي 1، هتبقى الواي بتساوي تلتين بي 1 زائد تلت بي 0، اهو تلتين بي 1 2 على 3 7 1 إيه زائد تلت بي 1 اللي هي إيه 1 1 اهي 1 و1 إيه. لما نحسبها طبعا ايه 14 على 3 و2 على 3، وهنا تلت وتلت 14 على 3 و2 على 3 تلت وتلت،
نجمع 14 على 3 زائد التلت اللي هو 15 على 3 اللي بتساوي 5، و2 على 3 زائد التلت اللي هي ايه 3 على 3 بيساوي 1. فعلا واي عند النقطة 5 و1. ونفس الكلام لو جبت الاكس، الاكس يا اما الاكس هتبقى تلتين بي 0 زائد التلت بي 1 اللي هي النقطة البعيدة. طبق بقى نفس الكلام على الايه، على اللي هنا، هيبقى معاك النقطة ديت ومعاك النقطة دي ومعاك النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي وكده، تقدر تجيب الايه النقط اللي هنقدر نجيب النقط اللي في النص هنا. تمام، دي كانت بالنسبة للرسمة دي. طب قال لك ايه، ان انت ممكن ايه، ممكن كمان يعني بعد ما خرجت الحاجة جيت رسمت، طبعا بترسم ايه خط كده. تمام، هنرسم ايه خط كده هنا وايه، والخط ده هنا برضه اهو، والخط ده هنا ايه هنا. تمام، الثلاث خطوط اللي جم في النص دول. قال لك انت ممكن تقسم الخط ده كمان لاتنين اهو، تقسم الخط ده لاتنين كمان. تمام كده، احنا رسمنا قسمنا الخط كمان اللي احنا كنا جايبينه نتيجة ان احنا قسمنا الاولى بثلاثة، قسمنا كمان ايه ايه من جوه. طبعا ده هيدينا اسموس اكتر، عدد النقط بتزيد وكل حاجة كده، عشان ان انا ارسم سيجمنت من بي 0 لبي 1 عشان اجيبها كده. كده انا هيبقى محتاج عندي ايه البي 0 والبي 1، وهيبقى ايه اللي هي النقطة بقى اللي ايه اللي احنا قلنا هنقسمها، والنقطتين التانيين هيبقى معاها ايه نقط كتير. النقط ديت اللي هي مثلا هنفرض ان البي 0 هي دي مثلا ايه، نفرضها ايه اس 0 كده، ده سيجمنت 0 ايه، وعندي اكس وعندي واي وعندي سيجمنت 1 مثلا. يبقى احنا كده عشان نرسم الشكل لازم يبقى عندنا ايه اس 0 واكس وواي واس 1. طيب دلوقتي انا عرفت جبت ايه نقطة اكس وجبت نقطة واي، جبنا النقطتين دول اكس وواي، واس 0 طبعا معروف عندي اللي هي بنفس احداث بي 0 لانها هتبقى هنا، ونفس الكلام اخر اس عندي هتبقى باحداث البي 4. طب الاس اللي في النص دي ايه، الاس اللي في النص دي لو لاحظنا هنا برضو اكس اهي وهنا واي وهكذا. طبعا لو لاحظنا الاس هنلاقيها في نص المسافة ما بين اكس وواي، يعني الاس هتساوي باي اس، اي اس عندي ماشي اس اي هتساوي نص اكس اي، انا واقف هناك ايه زائد نص ايه الواي. تمام، يبقى انا كده عرفت اجيب نقطة الاس اللي هتبقى نص نص المسافة ما بين الايه النقطتين ماشي. زي دي بقى، لا هي نقطة. تمام كده احنا بيبقى معانا كل النقط كده بتاع الشكل، ايه الشكل جاهز ان احنا نرسمه، وهيطلع بقى زي ما يطلع بأي حاجة ماشي. ايه ثواني كده.